اهلا بالستات وبكل اللي بيتابعونا على شاشه ام بي سي مصر. طرق الخير او طرق عمل الخير كثيره ومختلفه. اي حد فينا بيشتغل شغلانه ممكن يسخرها ويستغلها لعمل الخير، خاصه لو اتوجه للاشخاص المحتاجين للدعم والمساعده. زي ما شفنا في التقرير حياة المؤثر جدا، فكره اكثر من رائعه. معانا النهارده دينا سابق، نموذج من نماذج اللي كرست نفسها لعمل الخير، وشفنا في الفيديو هي بتعمل ايه، بس هنعرف منها اكتر بعد ما نرحب بيها ومنورانا في اهلا بستات يا دينا. اهلا يا دينا، وشكرا للي انت بتعمليه الحقيقه، ان انت تقدري ترسمي ضحكه او بسمه على الاطفال محاربين السرطان، دي حاجه عظيمه، واللهم اجعله في ميزان حسناتك، ويا رب يشفيهم ويا رب ويحفظنا يا رب جميعا يا رب. اللهم امين. اهلا بيكم دينا. قبل ما نبدا هنسالك، احنا موضوع حلقتنا النهارده دراسه بتقول ان الستات بتاكل اكتر من الرجال، ايه رايك؟ وعلى حسب المود، يعني انا مودي ساعتها انا ممكن اكل أنا اكتر من اي حد، لما بينكد عليها بتاكل اكتر. بالظبط كده، صح كده؟ انا ما نكدش، ما بينكدش احسن حاجه عشان يوفر فلوسه وبينكدش، وهيوفر صح. تمام كده، يبقى لا في نكد. منورانا يا استاذ. منورانا يا فندم. منورانا حضرتك دينا. كلمينا عن نفسك، انت اصلا بتعملي طرح، يعني جات لك الفكره دي منين؟ احكي لنا الحكايه حصلت ازاي. انا كنت في الاول موديل طرح، انا بحب قوي اللبس وبحب الطرح وبحب التصوير جدا، بس كان الموضوع متعارض شويه مع شغلي، ان انا شغلي من اول الصبح لحد بالليل، فما كانش بيبقى فيه طول الوقت. في مجال ايه؟ بره الطرح، في مجال حاجات تبع الانجليش وكده، شركات اجنبيه. ملهاش علاقه بالتصميم؟ لا ملهاش اي علاقه خالص بالتصميم ولا بدراستي كعاده المصريين. بس بعد كده بدات احس ان انا مش عارفه ولا اصور ولا عارفه اعمل حاجه اللي انا بحبها، ففكرت ان انا اعمل براند باسمي. وكمان علشان كنت ما كنتش بلاقي ديزاينز بتعجبني كتير، وفي نفس الوقت اسعار الطرح بقت مبالغ فيها بشكل مش طبيعي، فانا حبيت ان انا اعمل حاجه تعمل بالانس، ان انا يبقى عندي براند باسمي بعمل ديزاينز حلوه قوي، في نفس الوقت سعرها مناسب ليا ولكل البنات اللي حواليا. حلو والله ان انت فبدات في الموضوع دوت، وبدات اركز في تفاصيل كل حاجه، انه مش معنى ان هي سعرها يكون مناسب ان هي تكون مثلا كواليتي مش احسن حاجه، الباكينج بتاعها اي كلام. فبدات اركز ان انا اختار تفاصيل تخلي اي بنت وهي بتشتريها كانها تبقى لا هي انا بشتري براند حلوه قوي ومبسوطه ان انا هي معايا. زي ايه بقى التفاصيل دي؟ الالوان، الديزاينز، الباكينج، انا بهتم جدا بكل حاجه، حتى تقفيل الطرحه، كل حاجه. انت طرحتك جميله قوي ما شاء الله، من ولايقه مع اللبس وعلى الموضه كده، تحسي الموضوع فانكي كده.